difficult judgment whether it is COVID or post-COVID. Anyhow, طبعا الموضوع لسه هناخد فيه experience من الحالات اللي بنشوفها أكتر. Next speaker, أستاذ الدكتورة مروة عبد الله. هتكلمنا عن الـ skin manifestations in COVID. تفضلي يا دكتورة. اولا انا بشكر دكتوره حنان ابراهيم على دعوتي لحضور مؤتمر الاطفال، وانا سعيده جدا ان انا في وسطكم، وسعيده اكتر ان انا بسمع عن الكوفيد من يعني عتاوله، ف يعني I've been enjoying the whole session. Thank you very much. انا هتكلم على cutaneous manifestations of COVID-19 in children. في حاجات طبعا هتكون بالنسبه لكم حاجات عاديه، ويعني ما فيش حاجه جديده، ممكن اكون بقول حاجات بدائيه، بس يعني احنا بالنسبه لنا بتوع جلد ما بنشوفش حالات كتير اطفال. احنا العياده بتاعتنا كانت قافله طول الوقت اللي فات، احنا فاتحين لسه بقالنا شهرين او كده. ف يعني خلينا نتكلم، انا الحاجات دي كلها جايه من ريفرنسز ابرود، ف اي هوب انها تكون انتوا بتشوفوا حاجات اكتر وصلحوا لي بعد اذنكم. طيب طبعا من اول ما طلع الكوفيد 19 بانديميك من 11 مارس 2020 واحنا كنا مهتمين جدا بهذا الغول الجديد اللي طلع لنا، وما كانش حد بيبص خالص على لو في عند البيشنتس دي كيوتينيوس مانيفيستيشنز ولا لا، لان كان في حاجات تانية مور اوفرويلمينج عن الكيوتينيوس مانيفيستيشنز. انما لقوا انه في نسبه لا باس بها من الناس بيجي لها سكن مانيفيستيشنز مع الكوفيد، وفي حتى ساعات بيبقى فيرست مانيفيستيشن، وبتبقى ساعات حتى هي السول مانيفيستيشن، وبيبقى بقيه الحاجات مش باينه قوي في العيانين، ولما بياخدوا بايوبسي بيلاقوا فايرال بارتيكلز في السكن تيشو. طيب الincidence of skin manifestations among COVID-19 patients both in adults and children كانت في الأول قليلة جدا، يعني أول ما توصفت من تشاينا كانت 0.18، دلوقتي بقوا بيقولوا إنها up to 8.8 في آخر UK study، و 17% منهم قالوا it was the first clinical feature في الناس بتوع الكوفيد، يعني من الناس اللي بتوع الكوفيد 17% منهم بيبقى the first manifestation is skin manifestation. وفي الchildren many of those cases had a negative PCR and the on biopsy زي ما قلنا showed viral particles on immunohistochemistry. طيب who's at risk في الpedi group؟ The infants and young children more than older children, children with comorbidities, children of the black and asian origin for both the COVID and the multi system inflammatory syndrome اللي هو الميس سي، والنيونيت زي ما دكتور عليا دلوقتي كانت بتقول هل هو فعلا الناس بتيجي ولا لا، الاول كانوا بيقولوا لا ما بيجيلهمش، بس فعلا في ريبورتس على الموضوع ده. The cutaneous manifestations are similar to what is seen in other viral diseases on viral exanthems. بيبقى في macular و papular و vesicular eruptions. لما بيبقى في الpediatric group لما اشوف اي clinical manifestation فيها skin changes I have to examine the whole body of the patient in order to make sure he doesn't have more serious affections etc. Pediatric patients presenting with cutaneous manifestations of COVID-19 may also have false negative PCR زي ما قلنا. طيب ايه هم الكيوتينيوس مانيفيستيشنز في الشيلدرن اند ادلتس؟ بنشوف ماكيولز اند بابيولز، فيزيكلز اند فيريسيلي فورم لايك ايربشن، يعني زي الشيكن بوكس، ارتيكاريال ايربشن، وده بيتشاف اكتر في الكبار عن الصغيرين، سودو تشيل بلينز، ماكيولز اكرال ماكيولز اند بابيولز، اريثيما مالتي فورمي، مالتي سيستم انفلاماتري سيندروم ان تشيلدرن، واتوصف كمان في الادلتس زي ما دكتوره حنان قالت. احنا كنا منزلين في امتحان الدكتوراه اللي فات الكومنتري على ميس اي، وكان فيها كذا في كذا ريبورت على القصه دي. كلهم جاوبوها لانها كوزاك يا حنان ما تقلقيش.
والهاف مون نيل ساين، وهفرجكم صور للحاجات دي كلها. نبتدي باكتر حاجه كانت في الاول خالص ان بيتكلموا عليها، اللي هو التشيل بلين لايك ليجنز. اند ذا تشيل بلين لايك ليجنز كومبرايز 19% اوف كوفيد 19 سكين مانيفيستيشنز ان سبين. They present with erythematous or violaceous swellings, maybe also with dark purpuric macules or vesiculobullous lesions, would be asymptomatic or with only a mild itch and pain in children. And they may be accompanied with EM, erythema multiforme. They differ from the classic pernio or classic chilblains in showing equal sex distribution, absence of triggering factors, involvement of the feet mainly, and sometimes the distal third of the legs. وساعات يجوا كمان في الهاندز اتسترا، بس هو اكتر حاجه في كده. ولما بنبص على الليجنز بنلاقي هو ده بينور. طب لما بنبص على الليجنز بنلاقي ان هم بيقفوا عند الميتاكاربوفالنجل جوينت تقريبا، ما بيبقوش اكستندنج زي هنا في الصوره في اي ان بي. وساعات يجوا على اللاترال اسبيكت اند ذا بلانتر اسبيكت اوف ذا فيت. طيب most patients have an excellent general health status excellent برضو outcome وبيبقوا recovered within 4 to 8 weeks. والadolescents and young adults are more prone to chilblains and they are due to vascular damage في من الكوفيد 19، لانه زي ما حضراتكم لسه سامعين من كذا حد انه الكوفيد 19 بيمسك في الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ريسبتور تايب 2، وده موجود على الاندوثيليوم وعلى الباريسايتس بتاعت الفيسلز، فعشان كده بيبقى بريزنتنج بالوت اوف فاسكولار تشينجز. نيجي بقى للإريثيما مالتيفورمي which may be alone or may accompany chilblains. والإريثيما مالتيفورمي بتبقى characterized by target lesions. يعني إيه target lesion؟ يعني في lesion في الوسط which is usually a papule or a purpuric lesion surrounded by erythema. ده التارجت. وفي بقى targetoid اللي هو يبقى شكله target lesion بس it's not with a papule or a purpuric eruption in the middle. وزمان كانوا بيقولوا ان الاريثيما مالتيفورمي ديت از دراج انديوسد. لا، هو 90% از فايرال، مينلي هيربس سيمبلكس، ميبي اولسو كوزد باي مايكوبلازما نمونيا. وكمان دلوقتي بقى موصوف مع الكوفيد. و بس عشان خاطر الصوره اللي جايه بعدها هتبقى على حاجه شبهها بتلخبط فيها. الاريثيما مالتيفورمي the individual lesions persist for more than 24 hours. They persist for a long time. And this differentiates erythema multiforme from urticaria, which is also seen in COVID-19 infections. وزي ما قلنا ان الاريثيما مالتيفورمي may be presenting alone or with chilblains or it may follow chilblains. الارتكاريا by definition urticaria presents with evanescent wheals، يعني ال individual lesion ما بيقعدش اكتر من 24 ساعه. ده الارتكاريا العاديه، انا ما بتكلمش على الفاسكوليتيك ارتكاريا او الارتكاريا الفاسكولايتس. الارتكاريا العاديه the individual lesion persists for only 24 hours. حتى العين يقول انا بصحى الصبح عندي راش، على اخر النهار الراش بيكون راح. ساعات بيبقوا متلخبطين فاقول له الليجن ده طلع امتى وقعد قد ايه. والارتكاريا الحقيقه اتوصفت اكتر في الادلتس اكتر من في الشيلدرن. وفي الشيلدرن لما جت كانت بيبقى العيان بيبقى كونتاكت لاذر بيبل عندهم كوفيد 19 وهو نفسه ما بيبقاش موري الحكايه دي. الحته دي محتاجه شغل اكتر، اكيد انتوا بتشوفوا حاجات اكتر، فيعني احنا يسعدنا ان احنا نتعاون في القصه دي جدا جدا جدا. الدكتوره حنان الحقيقه ادتني شويه صور حلوين كده، فهي الصوره دي كانت هي بعتها لي على انها ميسي، بس هي قلت ان الليجنز دي شكلها ارتكاريا ليجن اكتر من انها فاسكوليتك ليجنز. طبعا احنا لو خدنا هيستوري احتمال تكون فاسكوليتك ليجنز وقاعده فتره طويله. العينين بس ان احنا نبص على الليجنز بالطريقه دي ما بيبقاش قادرين، لازم وي نيد هيستوري. يعني بتوع الجلديه دولت بيشوفوا وبيحسوا ومحتاجين هيستوري، فعشان كده الواتساب صور دي ما بتنفعناش صراحه. يعني نيجي بقى للفيزيكولار اكزانثم، وده بيبقى عاده مونومورفيك اكزانثم
وبيبقى usually vesicular على الترنك، ساعتي كمان على الليمز، بيجي في الكبار أكتر وفي الستات أكتر من الرجالة. إنما طبعا بما إن كوفيد 19 ده ملهوش كتالوج وكل شوية حاجة بتطلع جديدة زي ما الدكتورة علياء لسه حالا بتقول، فإحنا ممكن يتشاف برضو في الأطفال، وهو بيبقى عامل زي الشيكن بوكس لايك، بس الشيكن بوكس بيبقى بوليمورفيك، ده بيبقى مونومورفيك نفس الشكل، وبيبقى اما فيزيكلز يا اما بابيولز يا اما كراستد اور هيموراجيك ليجنز موجودين، وبيبقى اونلي مايلدلي اتشي. ده اللي اتوصف في كافيزيكولر اكزانثم في بعض البيبرز. في بيبرز ثانيه موريه حاجه مثلا زي اللي في الايدين دي. دي انا لو العيان مش بتقال لي انها ده عيان عنده كوفيد، هقول ان الليجنز دي عباره عن اكزما في الهاندز، او احنا بنقول عليها بومفوليكس، والبومفوليكس ده من ضمن الاسباب ان بيبقى فيه اكراين جلاند اوبستراكشن وشويه سنسيتيفيتي. فبما ان برضو السارس كوفي بيقف على السويت جلاند، بيأتاتش للايس 2 ريسبتور اللي موجود على السويت جلاند داكتس، فهو ممكن يكون مسبب للبامفوليكس ده. اماكيلو بابيلر اكزانثم ميبي اولسو سين، مش موصوف كتير جدا، بس انا متخيله ان هو اكيد من الحاجات اللي بتتشاف كتير قوي، ايذر فروم ذا فيروس اتسلف اور دراج انديوسد. And a purpuric rash may be also seen. And petriasis rosea-like eruption, دي شفناها بقى في young adults كتيرة في الفترة اللي فاتت. وزي ما حضراتكم عارفين ان البتريازيز روزيا دي بتبقى عادة caused by herpes simplex أو herpes virus type 6 and 7. وقد تكون من الكوفيد نفسه، أو إنه عشان هو بيقلل الريزيستنس شوية فبيبقى في other viruses that show، زي مثلا البتريازيز روزيا زي ما احنا شايفين هنا، وشفنا بقى في الحالات في الكبار كتير جدا هيربس زوستر. هيربس زوستر بعد الكوفيد، مع الكوفيد، مع بعد الفاكسينيشن في اليونج ادلتس اللي هي المفروض بنشوفها اكتر في الاولد ايج. انما نرجع للبتريازيز روزيا، it may be from covid or from الهيربس فيروس. ما حدش اخذ بايوبسي وقال ايه السبب بالظبط. طيب نيجي بقى للميس سي او الكاوازاكي ديزيز لايك مانيفيستيشنز ذات ار سين ان كوفيد 19 تشيلدرن، وديت انا مش هتكلم كتير فيها، هي طبعا الدكتوره حنان افاضت في الكلام كتير في الموضوع دوت، انما انا بس هقول كده ان هو السكن مانيفيستيشنز ار فيري كومن، والميكوزال مانيفيستيشنز ار فيري كومن، وبيبقى فيها بالبر كونجنكتيفايتس، بيبقى فيه سترابري تونج، بيبقى فيه peripheral extremity changes اللي هم زي بتاعت الكاوازاكي ديزيز، اريثيما، اديما، فيرمنس، ديسكواميشن، وكمان بيبقى ممكن يبقى فيه ديفيوز بوليمورفيك راش وسيرفايكال ليمفادينوباثي. والكرايتيريا بتقول فيفر فور مور ذان 5 دايز بلس four or more of the following criteria، او لو في cardiac involvement يبقى cardiac involvement and three other features diagnosis miss C in children. دي صور دكتورة حنان إبراهيم داتهالي، thank you very much دكتورة حنان، وبتوري الديسكواميشن هنا في الإيد باينة جدا في الـ thumb، وفي polymorphic rash كده موجود، وطبعا واضح ان البنت ديت في او الولد ده في ICU، فهو معظم الناس بيحتاجوا يدخلوا ICU علشان المالتي سيستم فيلير اللي بيبقى موجود. طيب ليه قلنا ان هو ريليتد مع ان في ناس كتير جدا كانت نيجاتيف للبي سي ار؟ لانه لقوا ان في سيرج للكاوازاكي لايك مانيفيستيشنز في 2020. الحاجه الثانيه لقوا انه الكاوازاكي ديزيز لايك مانيفيستيشنز دي بتيجي في اطفال اكبر سنا من المتعودين عليهم في الكاوازاكي ديزيز العادي، والميديان ايج كان 7.9، يعني 8 سنين تقريبا سنهم، وده اكبر من سن بتوع الكاوازاكي العاديين. الافريكانز الايجنز والكاريبيانز او بيبقوا مور برون، و according to the American Heart Association of كاوازاكي ديزيز قالوا ان بس نص عيانين الكوفيد بيبقوا عندهم a complete covid manifestation، ونصهم الثاني بيبقى incomplete.
وان البي سي ار بيبقى بس في ثلثهم بوزيتيف والاي جي جي سيرولوجي تيستينج بيبقى بوزيتيف في 80-90% اوف بيشنتس اند ذير ار اولسو كافيتس ان ذا سيرولوجي اوف ذيس بيشنتس. طيب نيجي نبص كده على الصور اللي بيبقى فيه سوري انا اسفه في conjunctivitis in 50% of cases of the complete form, 30% of the incomplete form, according to an Italian study. والpolymorphic rash برضو موجود في نص العيانين ال complete وتلت العيانين ال incomplete. أكتر شوية كل ال percentages دي في ال French study. في بيبقى في perineal or face desquamation in 20% of patients. وhand and feet erythema with firm induration was present in 50% of the patients تقريبا. فإذا مش لازم ألاقي كل ال signs اللي بتاعت ال Kawasaki disease في ال MSC cutaneous manifestations. وبيبقى بس لو انا شايفه شويه منهم يبقى ده اتس ا ليدنج بوينت. ده صوره من one of the papers اللي كانت عندنا بتوري الراش اللي ممكن يبقى موجود في الميس سي. وزي ما هنا اهوت اللي كانت دكتوره حنان موريه لنا يمكن كان باين اكتر كمان في الحاله دي. تمام. التريتمنت انا مش هتكلم عنها. اي سي يو IVIG, aspirin, high dose steroids, etc. ويعني طبعا the earlier the treatment the better the response في كل الأحوال. طيب what are my take home messages؟ أول